السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، وضوح الحلقة عن رؤيا تبين ثلاثة مراحل ستمر على الشعب الجزائري بالترتيب. أحد الأحباب بالله قال: السلام عليكم يا شيخ، أنا السيدة أم محمد العربي من الجزائر، عندي رؤيا رأتها بنتي عمرها 12 سنة، رأت الشمس كانت شديدة الإحمرار ثم تحول لونها إلى أسود وحل شيء من الظلام، وبعدها عاد لونها الطبيعي شوي شوي والسماء صافية. أرجو منكم تفسير والله يرضى عليكم. أول شغلي، الشمس كانت شديدة الإحمرار، هذا يدل على غضب الشعب الجزائري وحراقه، ثم تحول لونها إلى أسود من شدة الظلم خرج الحراق. يعني أول شغلة غضب من الشعب، ثم شدة الظلم وحل شيء من الظلام، هاي بتدل على إيش؟ إنه الناس خرجت في الحراك الشعبي، وبعدها عاد لونها الطبيعي شوي شوي، يعني راح يتحسن وضع الجزائر ثم تعود دولة قوية عزيزة بإذن الله، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.